شاء الله هنا في باريس. ساري الآن في باريس على نهاية السنة الثالثة، في فرنسا 4 سنين. وقبلها في وين كنت؟ كنت في مدينة في وسط فرنسا، مدينة اسمها فيشي، مدينة صغيرة جدا لكنها فيها معهد لغة يعتبر من أفضل معاهد على مستوى العالم في تعليم اللغة الفرنسية. الفرنسيين فيهم السايد الكويس وفيهم السايد اللي ما هو كويس، لازم تكون تعرف كيف تتعامل معهم. أنا أول ما جيت هنا ما كنت أعرف، فكنت مرة عصب. دحين صرت أتقبل، صرت يعني صرت أعرف كيف أتفاهم معهم، صرت لا هم في النهاية ناس كذا تحسيهم كلاسي، وأنا يعجبوني هذول الناس، تعجبني لغتهم، فأقدر أتعامل معهم بأي طريقة يبغوها. نظرة المجتمع الغربي للسعوديين ما فيها، يعني هي نظرة ما فيها تحديد للسعوديين، بس إنه تعرف في ناس اللي يعني بالذات بعد الأحداث اللي صارت في فرنسا مؤخراً، في مو نظرة معينة بس ضد للسعوديين بالتحديد، لا للعرب بصفة عامة. إذا في أحد له نظرة سيئة على السعوديين فعنده نظرة سيئة على العرب بصفة عامة، وإذا أحد عنده نظرة سيئة بصفة عامة على العرب يعني عنده نظرة سيئة بصفة عامة على المسلمين كلهم. السعيد اللي مو كويس إنهم هم عنصريين، يعني عنصريين بالذات مع العرب طبعا، مع يعني الديانات وكذا، فهذا الشيء طبعا لازم الواحد يعني يتعود عليه هنا، يعني بالذات لانه هنا مره في نسبه كبيره من الجزائريين ومن المغاربه وكذا، فهم بالنسبه لهم انهم كانهم احتلوا بلدهم فايش، فعشان كذا ما يعني متحسسين من ناحيه العرب، ومن ناحيه الاسلام عشان عارفه المشاكل اللي بتصير وكذا والتيروريزم وكذا، فعندهم يعني عنصريه شويه بس، لكن لو خاص انت بتتعاملي كويس معاهم وبتحاولي انك انت تتعلمي لغتهم وتكتسبي يعني العيشه حقتهم واللايف ستايل حقهم، خلاص لا تتعامل معاهم كويس. الحمد لله انه بس احنا كسعوديين في نظرة سيئة علينا ولا أحد، بالعكس إحنا كفرنسا بالذات، فرنسا أنا فعلا أشوفها بلد ما فيه ديك العنصرية، ما فيه عنصرية أنا شايفها الحمد لله. تاني شيء فعلا الفرنسيين ناس متعودين على العرب، أنا طول عمري أجي فرنسا كل سنة في حياتي، واكتشفت فعلا حتى ما جيت عشت في عاصمتهم يعني إنه بالعكس الفرنسيين ناس فعلا متعودين على العرب، it's a part of their culture، يعني جزء من مو معتقداتهم، جزء من تاريخهم العرب هنا. فبس تحس انه زي ما تكون عندك العالم بس من غير شيء، يعني زي يكون عندك عالم من غير شجر ولا من غير نباتات. فبس فرنسيين جزء من حياتهم العرب، يعني مستحيل يقدروا يعيشوا من غير عرب، متجوزين عرب، مناسبين عرب، مخلفين عيال نصهم عرب، اللي مسكين شغال كثير العرب في فرنسا، بالذات انه في عندك يعني نسبه كبيره جدا من الفرنسيين اصلهم عربي، فحتى ما يعتبروا عرب يعتبروا فرنسيين، بس انه في النهايه هم عرب. فبس في فرنسا ما عندها مشكلة يعني أنا أشوفه ضد العرب. الشيء الكويس فيهم إنهم ناس منظمين، ناس يعني تحسيهم يعني من جد، أنا يعني هذا الشيء معروف عن الباريجنز، إنك تمشي في الشارع ما تلاقي واحد على مهله ماشي، كلهم مستعجلين ما في مواعيدهم، يعني مثلا أنا عندي موعد الساعة 12، أنا الساعة 12 شارب أكون في الموعد حقي، فهذا الشيء اللي تعلمته حتى منهم، يعني ما في شيء اسمه أتأخر على موعدي، يعني يا دوب لو دقيقتين ثلاثة بس ما أتأخر على موعدي، فهذا الشيء الكويس فيهم إنهم علموني صراحة مرة أشياء كتير، وكمان صبر، يعني عندهم هم مرة ناس عندهم صبر، اللي ممكن يقعدوا يستنوا نص ساعة علشان طابور يوقفوا فيه، ما عندهم مانع، أهم شيء النظام. فبرضه علموني الصبر، فحلو هذا الأشياء الكويسة فيهم يعني نوم. سبحان الله في أمريكا مثلا، أنا ما كنت صغير بس إني أعرف يعني زي بعد 11 سبتمبر أكيد الناس كان عندهم إسلاموفوبيا، كان عندهم شيء ضد السعوديين، يشوف السعوديين يخاف، ولا يعني عندهم نظرة معينة ضد السعوديين. بس هنا في فرنسا حتى بعد الأحداث توبة صار في فرنسا أحداث معينة إرهابية في فرنسا، بس الناس قاعدة زي ما هي، ما صار عندها أي بانيك ضد العرب ولا ضد السعوديين ولا ضد المسلمين بصفة عامة، لأنه عارفين المسلمين مو هم كده، الإسلام شيء دين طاهر، الدين ما يعمل الأشياء اللي بيعملوها الإرهابيين هذول، وفي نفس الوقت إحنا كسعوديين إحنا نمثل الإسلام، فإحنا نمثل هذا الدين الطاهر اللي مفروض إنه يطلع من ديننا. يعني حتى في متقبليني كوني سعودية ويحبوني ومتقبليني كوني مسلمة وكل شيء، يعني حتى الموضوع اللي صار في باريس حق اللي هو شارلي، لما رحت على هناك لأنه كل أحد كان كاتب جسوي شغلي جسوي شغلي، هو شغلي يعني غلط في حق الرسول برضو،
فلما جيت على فرنسا بعد الإجازة قالوا لي ترى إحنا ما إحنا مع شغلي، إحنا بالعكس إحنا نشوف اللي عملوا is disrespectful، ما احترم العادات، ما احترم الدين، ما احترم الرسول. فقلت مرة كويس يعني، مع إنه كل الفرنسيين كانوا مع شغلي يعني أنا، فلا يعني حسهم مرة مقدريني يعني كوني إنه مسلمة وسعودية. فبالعكس هذا الشيء الحلو. هو الحلو لباريس إنه في أكثر من ثقافة، مثل ما قلت في جمعيات، في دائما عروض مسرحيه، في دائما سبكتاكل، يعني ممكن الواحد ينمي قدراته شغلات يحبها وينمي رغباته في ثقافه معينه، يقرا كتاب معين. بعدين كل يعني حلو للباريس انه كل سنه وكل في معارض على مستوى دولي، فنروح ونتفرج سبيشل، يعني تكون معارض، تكون مؤتمرات، ويسمح لجميع المواطنين يعني اي واحد يقدر يخش. هذا الحلو في فرنسا يعني. انا المغرب عندي صراحة أحلى منطقة هناك، يعني تحسيها كوزي كده، صغيرة فيها كل شيء، من أماكن، من بوتيك صغيرة، من أماكن أكل من كل شيء يعني. وحلو يعني، حلو في الصباح مثلا لو عندك، لو ما عندك شيء في الصباح تروح هناك مع صحباتك، تقعدي شوية مثلا في قهوة، بعدين مثلا تتمشي، تروحي workshops، في حتى workshops meetings، ما عارفة أنا عاملة زي شيء في برضو application أشوف فيها meetings، cooking spot Paris, art discussions، ما أعرف إيش زي كذا، أروح مع صحباتي أشياء، هذا كذا قضي صباحي. يمكن أنا أكثر من العروض اللي أروحها هي تكون stand up comedy يعني، بس باللغة الفرنسية، اللي يتكلمون عن العيشة الفرنسية، يتكلمون عن الوضع الفرنسي والحياة الفرنسية بطريقة كوميدية. أتمنى إنك تأخذين كلمات، تتعلمين مصطلحات جديدة في اللغة الفرنسية، وإنك تتعلمين وتأخذين يعني اللغات هذه. يمكن أكثر شيء فادني العروض هذه الستاند اب كوميدي اللي بالفرنسي، اللي علمتني جمل، علمتني كلمات، علمتني كيف الشعب يعيش في فرنسا، لدرجة إني صرت يعني أقدر حتى أمزح مع أصحابي الفرنسيين بحكم المعلومات اللي أخذتها من العروض يعني. طبعاً الجبن هنا بالنسبة لهم زي التمر عندنا في السعودية. واو. في هنا تقريباً 365 نوع جبن فرنسا. اوكي. احنا أربعة ونحوس على فكرة، والأجمال اللي عندنا هذه ما يعترفون فيها. بالضبط. إلا نوعية واحدة بس هي اللي يعترفون فيها، لكن الباقي ما يعترفون أصلاً، هم ما يأخذوا الجبن السائل هذا اللي احنا. إيه لا ما يعتبرونه جبن. موجود. إيه. لا هم أجمال هنا طبعاً فيها أشياء لذيذة وكذا، بس في عندهم الأشياء اللي فيها شوية هذا اللي عفن. فيها عفن وما عفن. في أشياء تنأكل، في أشياء ما تقدر تأكلها ولا. أكثر شيء يعني من جد مهم يعني، معطين لك سبل الراحة هنا في من ناحية المواصلات. ليش؟ لأنه المواصلات هنا في مترو، إذا ما حتاخدي مترو، إذا تبي تشوفي في باريس تاخدي بوس، إذا ما تبغي باص تبغي تحركي رجلك تاخدي بايسيكل، إذا تبغي تحركي رجلك أكتر تمشي، يعني كل شيء متوفر لك. فهذا الحلو يعني، أنا مثلا من هنا من بيتي قصدي للجامعة أمشي برجلي، بس لو كان في برد مرة عندي بالضبط بس قدام بيتي وديني عند باب الجامعة، من باب بيتي لباب الجامعة البس، فهذا مرة كويس. بس أنا أغلب الوقت أمشي. وفي أبليكيشن كمان في الجوال عندي، لو مثلا أبغى أروح من مكان لمكان أكتب أنا فين موقعي دحين، وأكتب فين الموقع اللي أبغى أروحه، وخلاص يقول لي كل الخطة، فإيش هتاخدي، بس إيش مترو، إيش رقم، إيش كم هياخدك دقيقة عشان توصل للمترو ستيشن، كم ياخدك دقيقة كل الجيرني يعني. فكل شيء متوفر هنا. إحنا الحين تقاطع هذا في شارع، شارعين، ثلاثة، أربعة، خمسة، في زوايا، في عماير جاية على زاوية. طيب. واجدة دي عندكم؟ طبعاً هذه من التصاميم العثمانية. آه. القديمة جداً. باريس كثير فيها تصاميم من النوع هذا، تعطي شكل ديزاين حلو ومشهورة جداً، تلاقيها كل أغلب العماير باريس تلاقيها أشكالها زي كذا، يحبون هذا الديزاين كثير. عايشة أنا في عايشة في باريس مع عائلة فرنسية، ولقيتها عن طريق الجامعة برضو، ويعني سبب إني عايشة معهم لأنه هم فرنسيين وحيخلوني، حيساعدوني أتعلم اللغة أسرع. إيه بس اللي ساكن في الزاوية، اللي ساكن في الزاوية على فكرة هنا شققهم مرة صغيرة، يمكن أنت جربتها في الأوتيلات، إيه. لكن
مساحات مرة مستغلة. هنا دائما لما تيجي تستأجر أول شيء تسأله كم مساحة الشقة. ما تعودنا أبدا. حتى الشباب المبتعثين مثلا في أمريكا أو أي مكان ثاني في كندا ما يسألون أبدا عن بالضبط كم الغرفتين ثلاث غرف. لا هنا الشيء هذا لازم المساحة. إحنا عندنا هنا لازم المساحة كم تأخذ 37 مثلاً في استديو مثلاً اللي هو غرفة واحدة ولا مثلاً تأخذ لك شقة غرفتين فيه لهم نظام السكن. لكن أول شيء تسأله لازم كم مساحة الشقة. أنا ممكن يقول لك أربع غرف تطلع كذا. أربع غرف وبعدين تلاقيها أصلاً كلها 35 متر مو 35 متر يعني 40 متر وتلاقي الغرف على قد صغيرة يعني. فهذه المشكلة هنا حتى في باريس اللي ما إحنا متعودين عليها هنا. اللي هي صغر حجم الشقق. صغر حجم السكن بشكل عام مو بشقق بس. كلش مستغلين كل حتى الفنادق يعني هنا تلاقيها دائما الغرف صغيره مش كبيره ابدا. ما في حوشه ما في ما في زينا. هل عانيت من السكن في بدايه؟ طبعا هذه هي من المشاكل الاساسيه اللي جتنا اللي بدينا فيه اللي دائما تواجهنا احنا في باريس مو بس انا كل الناس الموجودين في فرنسا بشكل عام. انه عندهم نظامهم بالاسكان لانه دائما النظام الاسكان يحمي المستاجر. يعني في فرنسا انه عاملين انه هو انه تقدر انه تاخذ شقه انت تدفع مثلا تدفع شهرين مقدم وشهرين ضمان وشهرين عموله وتاخذ الشقه عادي او انه تقدر لو عندك كفيل فرنسي مثلا هو بدل ما تدفع الضمان والاشياء دي هو يكفلك وما يكون ما تدفع الضمان يعني بس ان العموله لازم تندفع في المكاتب السياحيه. فهم ما يأجرون اي احد. اوكي. دائما يطلبون مثلا زين ولازم يكون عندك كفيل فرنسي في نفس المدينه وراتبه لازم يكون دبل راتب دبل الايجار. لحظه الحين يكون راتبك لراتب الكفيل. ما يهم راتبك لو راتبك انت اهم شيء الكفيل يكون الكفيل يكون راتبه دبل سعر الشقه ايجار الشقه. اوكي انت وين تجيبون كفله منه؟ احنا لا احنا ما عندنا كفاله فنضطر انه ندور الاماكن اللي تاجر من غير كفيل. انت اضطريت ايش؟ انا اضطريت في كل شقق اللي اخذ اني ادفع العموله والضمان والمقدم وكل ذي الاشياء يعني هي ما يعني لا والله اول شقه ما رجعت لي الضمان حقها. هي ما العاده ما ترجع يعني العاده لو شاف خط في الجدار حيقول لك 500 يورو لو شاف ما اعرف ايش قال لك زي كذا. ففي النهايه يعني تقريبا نص الضمان يروح وانه ما يرجع يعني بس مضطر في فرنسا هي كذا النظام عندهم يعني تاخذ شقه لانه تعرف في ناس ممكن تاخذ الشقه وما تدفع ايجار فكيف صاحب الشقه يضمن حقه برضو انه عندك شهرين ضمان هو هذا الضمان لو انت ما دفعت يقدر يضمن حقه فيها لو مثلا جيت اخذت له كنب ومشيت يقدر يضمن حقه بنفس الوقت برضه اللي بيشتغلوا بيأجروا شقه يعني ما بيشتغلوا على الفاضي فبياخذوا عموله فبضطر برضه تدفع لهم عموله بالقانون يعني فبس. كم الرينج حق الشقق هنا غاليه شقق غاليه يعني انا الرينج مثلا في يعني على حسب الطلاب يعني في ابتداء ممكن يحصل يعني تحصل من شيء كويس ابتداء ممكن من يعني 1200 ممكن في طلاب بيحصل شيء كويس 1500 على حسب يعني سبحان الله كل واحد وحظه فبس فالحمد لله يعني تقريبا من تحت 1500 انا اشوف بالنسبه لي صراحه الحق ما تلاقي ولا شيء كويس يعني مستحيل حتى تحت 2000 يورو بصراحه كاحنا كنا ناس سعوديين متعودين على شيء على قال يسترنا كويس تحت 2000 يورو ما في شيء كويس لاي طالب سعودي يعني يكون عايش في بيته مرتاح يقدر يجيب صاحبه يدرسوا مع بعض ياكلوا في البيت ما تحت 2000 يورو يعني هذا الحد الادنى اقول 2000 يورو مره ماني ندمان اني اخترت هذا الشيء وبفكر كمان في نفسي كيف اول ما نقلته دحين يعني فرق شاسع صراحه كنت يعني تلاقيني تايهه اغلب الوقت عارفه ماني عارفه يعني ما بستغل كوني موجوده في باريس دحين هو من جد بستغل هذه الفرصه تلاقيني ما في غير أشوف أشياء جديدة أروح أزور أماكن جديدة يعني تلاقيني ما في غير على الإنترنت أبغى أشوف إيش في الأماكن اللي ما ينفع أكون عايشة في باريس وما أروحها وأروحها فيعني مرة غير ومن ناحية الاعتماد على النفس طبعاً مرة صرت غير. أنا عشان فيه وطنية الحمد لله فتوحشني مرة أنا يعني دائماً عشت فترة من حياتي في لبنان وقبل عشت فترة في حياتي في مصر والحين عشت فترة في حياتي في فرنسا فدائماً عندي الاشتياق يعني للسعودية موجود. التجربة الفرنسية صراحة غير جدا بس حلوة يعني مرة عجباني الناس هنا يعني
يعني حتقابلي ناس حيكونوا شويه معاملتهم يعني قاسيه بس لكن مو كلهم. وهم اهم شيء اعتقد انك انت لازم تكوني تعرفي تتكلمي لغتهم، لانه يعني هذا الشيء مره مهم. لو تتكلمي لغتهم مره حيعاملوكي كويس. الكلام نبغاك تعطينا جولة سياحية إن شاء الله. أنا طبيعة الحضانة برا الباب في باب خارجي حماية أطفال وفتحته من فوق عشان الطفل ما يقدر يلحق فيه ويطلع لحاله برا الشارع ويعني يصيبه أي مشكلة من ناحية سيارات أو غيره. بعد كده طبعا كل أب أو عائلة اللي عندها مفتاح لما تيجي للحضانة لابد تفتح الباب الخارجي من أجل الأمان والسكورتي، و حتى انه الطفل ما يقدر يفتح الباب ويطلع لحاله. طبعا الحضانه هنا هذه اقصى عمر فيها طبعا هو 3 سنين، يبدون من عمر 6 اشهر. وليش في رقم سري وكذا؟ عشان بحكم السيفتي يعني للاطفال. إيه؟ وبحيث انه ما حد يكون مثلا هنا عندهم اهم شيء عندهم السيفتي حق الاطفال. لابد نعمل تغيير او لبس في اذا في حاله ما عندك شوز هنا تقدر تلبس الشوز هذا عشان ايش؟ اوكي نظافه الحضانه. الازرق او الازرق عادي وهنا الاخضر اي مستخدم. طيب صور
مصور عبد الله تعال البس اكياس. موجود هنا قسم الاطفال ملابسهم يحطونها بحيث انه يغيرونها، لانه غالبا يجون بجاكيتات، يجون بجاكيتات او يجون مثلا بالملابس، فيكون اللبس بحيث انه يريح يكون معاه في الحضانه، لانه الحصه كان برضه طول اليوم. طبعا هنا الحصه زي ما قلنا في بعض الرياضات، هنا اللوحه الالكترونيه مع البروجيكتر، هنا طاولات الرسم مع الالوان هناك، مثلا بعض الكتب هناك برضو تعلموا مثلا الفواكه اسماءها، الكتب، الاشياء الخارجيه كاسماء. طبعا في هذا الغرفه اللي هنا حتى الاطفال اللي اقل عمرهم من سنتين، يكون من 6 اشهر لاقل من سنتين، فموجود هنا. هنا موجود طبعا فيها مدرسات اللي هي ايرا وبوكي. هنا هذا بالنسبه للفصل هذا والكلاس ده، على وشك ما قبل النوم يعني يتغدوا. طبعا الغداء يهتموا من ناحيه حساسيه. الان 12 الا الموعد الغداء الرسمي الان. لا هنا غالبا الغداء ماكسيموم يعني 12 يبدا فتره الغداء، ودائما يهتموا من الطفل انه في حاله عنده حساسيه او شيء يكون الاباء يعلموهم نوعية الأكل اللي يأكلوها وما يلخبطوا أي أكل. طبعا تقول إنه في الآن عندهم 4 وجبات اللي هم يقدمونها للأطفال. طبعا تختلف الوجبات هنا طبعا على حسب إيش نوعية الطفل والوجبة اللي يناسبها. زي الآن هنا عندنا الأطفال يعني في منهم السعوديين، فما بياكلون مثلا الاكل اللي هو اللي معاه الخنزير او شيء زي كذا. طبعا عندهم 4 وجبات اللي هي الساعه 8 واللي هو الافطار، الساعه 10 افطار الحاقي اللي مثلا ما حضر من بدري او كوجبه سناك لهم، الساعه 12 عندهم الوجبه الخفيفه، والساعه 3 اللي هو وقت الغداء. والله انا بالنسبه للحضانه احنا كطلبه سعوديين صعبه شوي والله، لانها انا ادفع تقريبا نص المكافاه على الحضانه، لكن الحمد لله على كل شيء يعني. وودي يعني انا في وقت الدوام يعني، وحتى زوجتي تكون مداومه فيروح في الحضانه يعني في وقت الدوام من الساعه 8، واذا رجعت من الدوام تقريبا الساعه 5 ارجع. بيعرفوا جو العائله، اوكي، بيعرفوا الحقوق اللي على الطفل من الاب وحقوق الطفل اللي على الام، اوكي، بيعرف انه المعيشه غاليه، فالحضانات ولله الحمد رخيصه، اوكي. بالنسبه للملابس والاشياء يعني اسعارها تتفاوت، يعني لو حبيت انك تشتري شيء غالي حتحصل غالي، لو حبيت تشتري شيء رخيص حتحصل رخيص. الكلاس هذا يتعلموا فيه مثلا رسم، قصص، انجليزي، مثلا رياضة، بعض الرياضات داخل، ويتفرجوا مثلا على طريقة الكلام أو طريقة يعني استخراج الكلمات باللغة الإنجليزية أو باللغة السلوفاكية بالنسبة للأجانب. الرقصة مجرية يعلمونهم عليها بحيث أنه وقت المناسبات يعرضونها. إيجان باريا تيكو اللي هو اللعب بالدمى. ميك زنابوتشي اللي هي زي الأنشيدة الحضانة، يعلمونهم عليها وإنه كيف يرددونها خاصة في المناسبات الاحتفالات الحضانة بكم بيقولونها. كيز ميفشيك تحت ميكون كرياتيفوس كدون كي تشينالون كيان كيش درايزولاش راغوستاش. إنه في عندهم زي تاني مثل المواهب حق الأطفال بيعطوهم من بدري مثلا زي الألوان أو شيء زي كذا بحيث إنه يبدأ الطفل ينمي مهاراته. هنا بياخذوا راحه ساعه او ساعه ونص قيلوله ويريحوا فيها، وبعدين يبدوا مره ثانيه الكلاسات حقتهم. مهتم كل طفل عنده غيارات موجوده، او كل طفل له سريره مسجل عليه باسمه. طبعا من الانظمه اللي موجوده هنا عندهم واللي انا تعجبني يعني وسالت عنها، انه اذا كان مثلا في طفل مريض بيطلبون من اهله انه ياخذه ويجيب لهم بعد كذا الورقه من الدكتور بحيث انه يبان انه الولد انه تعافى وتشافى بحيث انه ما يعدي باقي الاطفال. من جهتين كحكومه هولنديه وكملحقيه وسفاره سعوديه ما بيقصروا في هذا الموضوع. يعني مديننا الامكانيات كتخفيض في الحضانه انه الولد يكون اذا في الوقت اللي الولد يحتاج فيه حضانه، ولكن هم يربونهم تربيه صراحه حلوه يعني، حتى يعلمونهم بالكتابه والقرايه في السن الصغير صراحه.
طريقة حلوة والله. فحاولت أعوض هذا الشيء بإني أدرسها الإنجليزي، وإنه أمها تساعدها إنها في العربي في البيت تتعامل من خلال القرآن، من خلال أي شيء تقعد تتواصل معها، تعطيها أساسيات اللغة العربية. إيه أكيد. أكيد طبعاً راح يكمل في المدارس الهولندية إلى أن يكبر إن شاء الله ونمشي للسعودية. وأنا جاري البحث إني نفسي ألقى كمان لو مدرسة خاصة، لو تروح يومين في الأسبوع تتعلم اللغة العربية، وإن شاء الله إنه الله يوفقنا إنه نحصل هذا الشيء يعني. مريم أحمد أو موتاز، they are very friendly with the Slovak, or there is something special for them. No, I don't think they are very friendly. From the beginning, they were automatically open. Of course, first days, they were scared what's going on. They didn't understand Slovak language. But for children, is one thing is very important. They take things very natural. So they trying to communicate verbal with the hands, with the body. And if they can hear every day, I think after 1 month, they start to speak foreign language. Perfect. And they are not stressed because it's the same when they are the 2, 1.5 years old kids. They don't speak even Slovak, so just the verbal language is there, so they don't feel the deficit. Együtt játszanak, együtt esznek, tehát nincs úgymond így különbség köztük. Ugye Szaúdiból jöttek a szülők. طبعاً تتكلم إنه بحيث إنه الأطفال هنا عندهم من الجنسين طبعاً، من اللي هم السعوديين والمجرين، فمخلطينهم مع بعض بحيث إنه الأطفال ما بينهم أي فرق ولا بينهم أي يعني ما في فرق بينهم، بحيث إنهم موجودين مع بعضهم ويلعبون، بالعكس متأقلمين مع بعضهم ومبسوطين هم من الأطفال السعوديين يعني إنهم يلعبون معاهم ومبسوطين منهم. وايد you focus in the sport things. You know, a lot of nursery they have problem that kids are very hyperactive. This is the new mold that hyperactive kids, but it's not true. They have just a lot of energy and they have no time to take it out, the energy. So we have no problem working with kids because they have a lot of moving things. Swimming, golf, gymnastic, dancing class, so they are not nervous. They can sit properly, they can concentrate because they have not a lot of energy inside. اللي قبلنا واجهوا مشاكل في البدايات، في من الشباب اللي نعرفهم واجهوا مشاكل في مع الحضانة، إنه مشاكل مالية، مشاكل حقة وقت، فاهم عليها؟ لانه كان النظام عليهم جديد كطالب، انت اول حاجه اجنبي، لانه الهولندي هنا عنده الامكانيه على طول انه يدخل بتخفيض يمكن يوصل ل 90%، يعني ما بيكلفوا حتى 100 يورو في الشهر، لكن السعودي او الاجنبي بيكلفوا ممكن حوالي 1500 يورو الشهر او اكثر، فاهم علي؟ بتوصل اكثر، يعني الدوام الجزئي بيوصل لل 1500 يورو للحضانه، لكن حاليا يعني مع تمشيه اوراق كلمنا ملحقيه بتفاهموا هم هنا القمنت اللي هو مركز المدينه هنا بيتفاهموا معك، لا بيحاولوا يسهلوا لك الاجراءات، بيحاولوا يخلوا لك يبسطوا لك الموضوع، وبيتفهموا اننا كطلاب انه هذول محتاجين، طلاب بيحتاجوا انهم رعايه، ويحتاجوا لانه عارفين انه الاب والام ممكن بيدرسوا، ممكن مشغولين، ممكن كذا كذا كذا، فبيحاولوا انهم يوفروا هذه الظروف ان احنا نقدر نكمل. والله انا اقول للشباب المتعثين او اصحابي او اللي هناك اللي وده يعني اذا جاء ولد يقول الله يعينه ان شاء الله. الله يعينه وإن شاء الله يعني يتهنى الحين قبل ما يجون أولاد وقبل ما يتزوجون وبعدين يصير خير. طلعت حمرا لسارة
جايين هنا نقابل واحدة هنغارية زارت السعودية، هذا شيء مرة استثنائي. هاي هاي هاو ار يو؟ نايس تو سي يو. هاي سيليا. هاي سلطان هاو ار يو؟ ماريا اند سيليا. وين ات ويل بي فينيش ذا مترو؟ يو نو اباوت ذا مترو؟ يس وي ار فيري اكسايتد اباوت ذا مترو تو. ماريا تشتغل في مجال السياحة، زارت السعودية وأمضت فيها وقت غير قصير وكانت مرتاحة معنا في آرائها وملاحظاتها حول البلد. In Hungary, more than 74% are Roman Catholics about. Yeah, so, I understand. They are Greek Orthodox and Protestants and a little Jewish. But exactly, we have the Muslims are very, very few. Nobody, I think, nobody want to build here mosque. No, it's allowed or all. Believe me, they want to. Even if they're like 40 Muslims, they want to have a mosque. Okay, but I'm not sure. I mean, why did you not allow it? No. I don't know, allowed or not. No, I think nobody want to build a mosque here. It's nice to have a mosque, but why to have it if there is just very, very few people visiting? No, yesterday we were at the Juma prayer, the yeah. Friday prayer, which is the it's like the Sunday. Yes. In Catholics, and it was pretty crowded with Muslims and Arabs and where? Saudis. Do you know where was it? The area? I think it's in the 11th district, in the cultural center you've been. In the cultural center, yeah. It's a modern door. Yeah, and you go upstairs. Yes, and, yes, yeah. Yes. It was almost full. Yeah. I think over like 100 plus people. That. Have you been there? Huh? Yeah, we shot with Saudi students. you went to Dubai over 25 years ago. And you heard about Saudi Arabia at that time. Of course. But you weren't curious to like visit, or did you try? Or? No, never tried, because we know that it's a secret story, Saudi Arabia. I think in business as well, in everything, now it's open as well, Saudi Arabia. So more open already. But still, as a tourist, you never can miss it. That's so interesting. So what we do, we try to invite the people to visit us, Hungary, because lots to do, lots to see here. There are Hungarian people that would be interested to visit Saudi Arabia? I'm sure. I'm sure. But you haven't come across anybody? No. Exactly, you know, friends of mine who knows that I'm going there alone as a lady, they surprise. Oh, you are so brave. You know, people don't know too much about the life there, but we know it's a little bit closed, I mean, very closed country. Yeah. And everybody's scared that, oh, alone you are going. And I said, it's safe. I mean, no problem at all, and safe and nothing happening. But because people don't know, of course, from that, as you said yesterday, if they don't know about it, the first time, you know, step by step. But I think if it's going to open, that will be a different story, of course, because many people want to visit it, of course. I was wearing a abaya, and as I said, I loved it, because I've seen in the television the fashion show of the abayas, and I'm a lady, so wow, they are lovely. And I like that, exactly, I love the black color also, but I know it's not written in the Quran to wear it, especially the black, but in Jeddah I've seen several nice colorful abayas and fantastic. I think that's so the ladies can wear it as really a fashionable stuff. Sylvia, هي زميلة ماريا في العمل. عرفت بعض الطلاب السعوديين في مسقط رأسة سيغيت. ولديها اهتمام بالثقافة العربية والإسلامية. I am from Szeged. It's south of Hungary, and Szeged is famous for the Faculty of Medicine. And I met a lot of Saudis there. You get to know the Saudis more. Yeah. Before that, you haven't had any Saudis. No. And on the other hand, I was writing my thesis about traveling habits of Muslims living in Hungary. So I could get closer to this culture as well, and I found it really interesting. Wherever I met people, they were very friendly. Of course, that happened. I was with my son in the mall the first time, and
I was covered with a scarf, but of course, as I was talking, it fell down, and from the other side there was a guy on the other side in the mall who was shouting on me that keep on your head, so in English, but he recognized I'm a foreigner, but it was a little bit frightened how he was shouting on us. He said it in English? In English, he was saying. And of course, but that's it, so nothing else happened. I tried to cover as there, but of course already places where the foreigners, they don't meet in the hotel itself or on the exhibition, they are ladies. But Exactly. It's not disturbing me, so it's okay. كفريق عمل سعودي يصور طلاب سعوديين، كانت نقاشاتنا مع الأوروبيين دائماً عن السعودية. لاحظنا أثناءها اهتمامهم بمعرفة المزيد عن البلد أو عدم توفر الكثير من مصادر المعلومات، مثل الفيديو المرفوع حديثاً على يوتيوب اللي شفناه مع ماريا بالمجري، مصور من 40 سنة أيام التلفزيون كان حرام. They are smiling, very kind, very friendly people. I think Hungary, so the Hungarian people like the same. So I think this is the very similarity in the two countries. No, the other things, no, but this, yes. Different habits, but it's mainly because the religion, I think. So the people are people, so here and there you can find nice and not so nice, so... That's it. The younger generation has already very open-minded. They have more flexibility as the elder. They are very clever, so studied a lot, reading books like I Surprise or what kind of interest, because many kind of book, is it philosophical or historical, it doesn't matter, they read everything. So it's very interesting to see that you know, the young generation, here or there, nearly the same. They know they're studying, they want the knowledge, and to reach something, and that's good.